بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، والصلاة والسلام على أشفق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل العقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا السابقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا إذا أمرنا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. لما تمكن بالأمس من تقديم الدرس، واليوم الحمد لله الوضع يبدو أنه إن شاء الله أفضل قليلا أو كثيرا، علمه عند ربي، لكن أصبنا بما أصيب به كثير من الناس بالفيروس الكوفيد، سواء أوميكرون أو غير ذلك، والآن في الحجر الصحي وأقوم بتقديم الدرس من البيت. والمطلوب هو بالأحرى أن تكون العلاقة حقيقة سوية صحيحة سليمة أولا بالله عز وجل، أخذ بالأسباب، توكل على الله عز وجل. وقد وضع الله عز وجل أسبابا في الكون، ولكن كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول، يعني الله عز وجل خلق الداء وخلق الدواء. والعلاقة الصحيحة السليمة تكون أيضا علاقة صحيحة بالعلم. يجب أن يكون لدينا هنالك يعني مراكز أبحاث تقوم هي أيضا بمتابعة هذه الأمور وصناعة الدواء حتى نظل عالة على الغير. والقضية الثالثة هي في قضية نشر الخبر. يا ليت الإخوة والأخوات ومنهم وكأنه نظر ألا يقول حقا حول قضية الداء، ولا زال يتحدث بنظرية المؤامرة، وبعضهم وبعض الأحزاب السياسية للأسف الشديد كأنها تبنت أنه هذه مؤامرة، يعني شيء انتشر في أهل الكرة الأرضية، والأصل فيها ألا تكون شهادة المسلم شهادة زور. كنا قد انتهينا يوم الخميس إلى كتاب آداب العزلة من إحياء علوم الدين، ومن الفوائد التي ذكر الإمام الغزالي: التخلص بالعزلة عن المعاصي التي يتعرض الإنسان لها غالبا بالمخاطرة ويسلم منها في الخلوة. وذكر أربعة: الغيبة والرياء والسكوت عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر ومسارقة الطبع من الأخلاق الرديئة والأعمال الخبيثة التي يوجبها الحرص على الدنيا. وقرأنا عن الغيبة، وقرأنا عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقرأنا عن الرياء، حتى وصلنا الآن إلى مسارقة الطبع. نعم، قالوا: أما مسارقة الطبع لما يشاهده من أخلاق الناس وأعمالهم فهو داء دفين. قال: ما يتنبغ العقلاء فضلا عن الغافلين، فلا يجالس الإنسان فاسقا مدة مع كونه منكر عليه في باطنه إلا ولو قاس نفسه إلى ما قبل مجالسته أدرك فيها تفرقة في النفرة عن الفساد واستثقاله، إذ يصير الفساد بكثرة المشاهدة هينا على الطبع فيسقط وقعه واستعظامه له، وإنما الوازع عنه شدة وقعه في القلب. فإذا صار مستصغرا بطول المشاهدة أوشك أن تنحل القوة الوازعة ويذعن الطبع للميل إليه أو لما دونه. ومهما طالت مشاهدة الكبائر من غيره استحقر الصغائر من نفسه، ولذلك يزدري الناظر الأغنياء نعمة الله عليه، فتؤثر مجالستهم في أن يستصغر ما عنده، وتؤثر مجالسة الفقراء في استعظام ما أتيح له من النعم. فكذلك النظر إلى المطيعين والعصاة هذا تأثيره في الطبع، فمن
يقصر نظره على ملاحظة أحوال الصحابة والتابعين في العبادة التنزه عن الدنيا، فلا يزال ينظر لنفسه بعين الاستصغار والعبادة بعين الاستحقار، وما دام يرى نفسه مقصرا فلا يخلو عن داعية الاجتهاد رغبة في الاستكمال واستتماما للاقتضاء واستتماما للاقتداء. وما نظر أحوال الغالبة على أهل الزمان وإعراضهم عن الله تعالى وإقبالهم على الدنيا واعتيادهم المعاصي، استعظم أمر نفسه بأدنى رغبة في الخير يصادفها في قلبه، وذلك هو الهلاك. وقول الإمام الغزالي رحمه الله: لما يشاهده من أخلاق الناس، وأما مصارقة الطبع لما يشاهده من أخلاق الناس وأعمالهم، إذا كان يستطيع أن يشاهد من أخلاق، ماذا كان يمكن يشاهد من أخلاق الناس؟ لم تكن هذه الوسائل الإلكترونية المتوفرة اليوم، وهذه القنوات التلفزيونية لم تكن هذه متوفرة، ولم الإنترنت لم تكن يعني هذا الشيء لم يكن متوفرا. وبإمكان الإنسان أن يصل إلى ما يريد وإلى ما لا يريد، هذه أيضا مشكلة. أقول إلى ما لا يريد، لأنه حتى لو ذهب الإنسان إلى أن مثلا يشاهد قراءة للقرآن الكريم على اليوتيوب، هنالك دعايات تقطع حتى القراءة، إلا أن يكون مشتركا بحيث يتجنب قضية الدعايات، يعني يدفع مالا حتى لا يرى ما لا يريد أن يرى. أو يعني الذين لهم تأثير كبير جدا على الناس، يعني الناس قد ماذا ستحضر من الأشخاص إذا تحدثنا عن المقابلات؟ علماء في الأخبار تحدث عن 30 ثانية، ساسة خلال 30 ثانية، أي قضية في الأخبار هنا لخبر هنا لمقابلة، وهي قصيرة جدا جدا جدا. أما لو قلنا التمثيليات على سبيل المثال للحصر، فإن الإنسان قد يشاهد بعض المسلسلات مئات الحلقات ويتأثر، يظن أن هذه هي الحياة وهذا هو السلوك وهذه هي الأخلاق. والأصل فيها كما قال الإمام الغزالي، يعني إذا في البعد المادي وليس في البعد المعنوي، في البعد المادي إذا صاحب الأغنياء استحقر ما لديه من مما أنعم الله عز وجل عليه به. وذلك قالوا في البعد المادي انظر إلى من هم دونك، وفي البعد الروحي انظر إلى من هم أعلى منك. حتى كما ذكر الإمام الغزالي، لو الإنسان ظل في سير الصالحين الصحابة ومن قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء والعباد والزهاد الذين يعني سيرتهم تملأ الدنيا، يستحقر فعلا الإنسان نفسه هو يقرأ هذا، يعني يدعو الله عز وجل طوال ليله أن يحرم الله عز وجل شيبته على النار. هذا ونحن ندعو أن يحفظ الله عز وجل وأن يحفظكم، لكن في دقيقة في دقيقتين في ثلاث، فيستصغر الإنسان يقرأ عن من يقوم الليل، يقرأ عن من سيدنا أبو بكر الصديق جاء بكل ماله، فلو أعطينا 1% من المال بعيد، 2% من المال، ولا تحدث عن الزكاة، تحدث عن الصدقات غير الزكاة، فهنالك همم عالية جدا. فلينظر الإنسان إلى هذه الهمم. ولعلنا نخص الأهل بالنصيحة، فلينظروا يعني كما أن الكبير عليه أن ينظر إلى من يخالل، يتخذ خليلا صديقا صاحبا زميلا رفيقا، عليه أن ينظر إلى الطباع. وكذلك الأمر بالنسبة للأهل، فلينظروا
من يصاحب أبنائهم وبناتهم، خصيصا أن انفتحت الأمور بشكل قد لا يعني يستطيع الإنسان أن يضبطه إذا ما انطلق الأولاد في يعني في يعني معرفة صداقة، يعني معرفة أصدقاء خصوصا عن طريق الإنترنت، فلا يعرف هي قد عليها الخير وعليها من هم دون ذلك. وعند في عند علماء النفس وعلماء التربية إذا جاز التعبير يتحدثون عن ضغط الشلة، وهذا بالضبط الذي يتحدث عنه الإمام الغزالي، مسارقة الطبع، ضغط الشلة. وعادة الحديث هو عن المراهقين، وإن كان يصح في الذين هم أكبر والذين هم أصغر من ذلك، إنما ضغط الشلة قد لا يستطيع الإنسان أن يقاوم ابن مثلا 14 عاما، قد لا يستطيع أن يقاوم ضغط الشلة. إن كان تدخين فهو كذلك، وإن كان أسوأ من ذلك يعني في الأول يتعود. قال بعض أحد علماء الحديث المعاصرين أنه ذهب إلى الحج، والحج يعني الحمد لله رب العالمين، يعني تجربة جميلة جدا، عبادة جميلة جدا، نستذكر فيها يعني أحداث مرت بسيدنا إبراهيم عليه السلام وبعض أهله بهاجر بإسماعيل، وهي يعني قصص ليس الآن موضع شرح القضية، ولكن كل ما يفعله المسلم في الحج بينه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وحقيقة يتعلق ب إن كان البيت فهو قد أقامه سيدنا إبراهيم عليه السلام ومعه إسماعيل، والذبيح هو إسماعيل. وطبيعة الحال يعني هو ليس قولا واحدا، ليس إسحاق عليه السلام، لأن البشارة بالقرآن الكريم لإبراهيم وسارة عليهم السلام، البشارة جاءت باثنين، جاءت بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فقد ضمن الله عز وجل أولا أن يكون هنالك حمل وولادة، وأن يكون هذا المولود ذكرا، وأن يسمى إسحاق، وأن يكبر وأن يتزوج وأن يكون له ولد اسمه يعقوب. فلا يمكن أن يكون الامتحان يعني قصة الذبح بسيدنا إسحاق عليه السلام. وإنما ذكرت قضية الأستاذ الحديث هذا لأنه حينما ذهب إلى الحج يعني الإنسان يصبح في نوع من الصفاء إن شاء الله، يعني تعلمون يعود كيوم ولدته أمه. على كل حال قال أنه يعني في هذه الحالة وقعت عينه على الشاشة، على يبدو على مذيعة كذا متبرجة وهو لا زال في مكة. قال فوقع شيء في قلبه، ويستفاد يعني من هذه القصة قضية إلف الحرام لإلاف قريش إلافهم في الشتاء والصيف. نتحدث عن ألفت قريش هذه الرحلات، وقد يألف الإنسان ليس فقط الخير ويألف الشر، وإذا ألف الخير والنعم لعله يعني يصبح، هل يقوم بذكر النعم التي هو فيها؟ أصبح يرى وغيره لا يرى، أصبح يسمع وغيره لا يسمع، أصبح يتذوق ويشم وغيره قد فقد ذلك، أصبح يستخدم يدين وغيره قد فقد إحداهما أو كلتيهما، أصبح يمشي إلى مقصوده وغيره لا يستطيع، أصبح آمنا في سربه وغيره ليس آمنا، أصبح لم يهجر ولم. وبعض الناس الآن تحت الثلوج والأصل فيها، ألا نقف عند الموعظة كلاما، والأصل فيها أن نتحرك. المهم قضية الإلف، أن يألف الإنسان، وهذه قضية مسارقة الطبع فيها يعني يألف الإنسان
أفعال غيره إذا بقي معهم، لعله في البداية يقول لنفسه: أنا إيماني قوي وأنا إسلامي وأنا لا أتضعضع وأنا لا يمكن أن أفعل ما يفعلون. إذا أراد أن يدعوهم إلى خير فليدعو إلى خير، ولكنه لا يظل معهم حتى يتعود على الشر الذي هم بصدده. قال الإمام غزالي رحمه الله: ويكفي في تغيير الطبع مجرد سماع الخير والشر فضلا عن مشاهدته. قال: وبهذه الدقيقة يعرف سر قوله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الصالحين تنزل، عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. وعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، أولا ليس بحديث، وكأنه من قول سفيان بن عيينة، وعلى كل حال ليس مرفوعا. والمعنى إن شاء الله صحيح. انظروا إلى ماذا يستدعي الإنسان. إذا ما استدعى مثلا صور الطعام وأسماء الأطعمة إلى آخره، لو شاهد برنامج يقوم بطهو بعض الأطعمة، لا تحرك فيه شيء تجاه ذلك الطعام، ولعله يطلب الطعام. يعني إذا رأى بحرا شاطئا جميلا، إذا رأى، المهم يعني المعنى أن ما يراه بعينه يكون له وقع على القلب. وإذا ذكرت يعني بعض الشخصيات، يعني مثلا نقول لاعبي كرة القدم المشهورين، يعني ما أظن أن ذكر نجوم فريق كرة قدم من أوروبا ستجعل القلب مفعما بالإيمان، وأن ذكر هذا سيجعله مثلا يذكر الله عز وجل ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني فلان من الناس، لا أريد أن أذكر أسماء، إذا ذكر فهي كرة القدم وهو النادي الفلاني وذلك المغني وتلك الممثلة وإلى آخر هذه القضايا. أما عند ذكر الصالحين، نعم الإنسان سبحان الله، لعل يعني إذا ذكر إنسانا صالحا يعني يتذكر سيرة ذلك الإنسان، يتذكر مواقف. نعم، قال: فإنما الرحمة دخول الجنة ولقاء الله تعالى، وليس ينزل عند الذكر عين ذلك، ولكن سببه وهو انبعاث الرغبة من القلب وحركة الحرص على الاقتداء بهم والاستنكاف مما هو ملابس له من قصور والتقصير. ومبدأ الرحمة فعل الخير، ومبدأ فعل الخير رغبة، ومبدأ الرغبة ذكر أحوال الصالحين، فهذا معنى نزول الرحمة. جميل جدا أن نهاية هذا المسار إن شاء الله إلى جنات الخلد، إلى رحمة الله عز وجل، إلى مغفرة. وفي بعض الثقافات للأسف الشديد زرعوا في أذهن في الصغار أن المخرج لديهم إما أن يصبح، يعني الإخوة الأفارقة في أمريكا، وكأنهم زرعوا في أذهانهم أنه لا مخرج لهم من البؤس والشظف العيش والتفرقة والتمييز ضدهم إلا أن يصبح إما لاعب كرة قدم أمريكية أو لاعب كرة سلة إلى آخر هذه القضايا. يعني هذا هو المخرج الوحيد، ليس مثلا كلية القانون وليس كلية الطب، مع أن هنالك منهم والحمد لله من ذهب بهذا الاتجاه، ولكن هي إذا ذكر مشاهير السود في مثلا في أمريكا، ليس الأطباء وليس المحامون وليس يعني صناع الخير، لكن ولا أقول أن الإنسان إذا ما
ذهب باتجاه الرياضة هو شيء مذموم، لكن القضية من هم الأبطال الذين نذكرهم عنده أو يذكرهم حتى أولادنا وأحفادنا الصغار والكبار في المجتمع، ويسهرون الليالي ويحضرون المباريات عند الفجر وقبل الفجر. ما هو السبب ذلك؟ هو تعلق القلب. إذن هي ليست عين الرحمة، ولكن الأسباب التي تدفع بالإنسان إلى اقتداء آثار هؤلاء ومحاولة الوصول إلى ما وصلوا إليه من الهمة العالية في الصلاة والصيام والصدقات والذكر إلى آخره. والمفهوم من فحوى هذا الكلام عند الفطن كالمفهوم من نظمة، وهو أن عند ذكر الفاسقين تنزل اللعنة، لأن كثرة ذكرهم تهون على الطبع أمر المعاصي، واللعنة هي البعد، ومبدأ البعد من الله، والمعاصي. والإعراض عن الله بالإقبال على الحظوظ العاجلة والشهوات الحاضرة لا على الوجه المشروع، ومبدأ المعاصي سقوط ثقلها وتفاحشها عن القلب، مبدأ سقوط الثقل ووقوع الأنس بها لكثرة السمع. ماذا يوجد في لو جئنا نلخص مثلا هوليوود أو بوليوود في الهند أو هوليوود في أمريكا أو أي صناعة سينما إجمالا، ولا أتحدث عن أفلام وثائقية تكون يعني تدفع باتجاه الحق والخير والجمال الذي فعلا هو مطلوب. لكن لو جئنا نلخص إجمالا ما عليه هوليوود، قضيتان لا ثالث لهما: العنف والجنس. لا يوجد قضية ثالثة. فالأفلام إما يوجد فيها قتل ويدفعون المشاهد إلى التماهي، إلى يعني الوقوف إلى جانب بطل معين، قد يكون رجل أبيض على سبيل المثال الحصر، وإن كان قد يكون غير ذلك. فممكن جدا الإنسان أن يقف مع رعاة البقر الأمريكيين ضد ما يسمى هم ضد الأصلانيين أو ما يسمى في الأفلام بالهنود الحمر، ولا هم هنود ولا هم حمر. والبعد الجنسي قد يكون حاضرا لأن هذا هو مبدأ التسويق، وهذا قد يكون أيضا في الدعايات، من معجون الأسنان إلى السيارة إلى الطيارة. الجسد الأنثى دائما حاضر، وبعضهم مشاهير من الفساق. وماذا سيستدعي الإنسان إذا ما أقبل على سير هؤلاء ومشاهدة هؤلاء؟ ما يعني على اليوتيوب ممكن الإنسان أن يرى مثلا بعض الصالحين من العلماء، ورزق الله هذا بعض الخيرين، يكون أحد الناس يشاهد هؤلاء، وإذا ما ذكرت فلانة من المغنيات أو الممثلات كذا يكون لديها ملايين المتابعات. بل CNN خبر على صفحتها قبل أسابيع ذكروا اسم عرض أزياء ظهرت في فيلم عارية، ولم تضع CNN أي مشاهد، لكنهم الخبر هو ليس الخبر الأساسي، ليس أنها فقط قضية العري، قضية أنها قاربت المليار مشاهدة. سمعتم الرقم؟ مليار تقريبا، ليس بالضبط، لكن ممكن جدا خلال أي فترة وجيزة أن تصل إلى ذلك المليار. هي شهوات والفسق للأسف الشديد. نعم، ونصل إلى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه. قال الإمام الغزالي: وإذا كان هذا حال ذكر الصالحين والفاسقين، فما ظنك بمشاهدتهم؟ بل قد صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: مثل الجليس السوء
كمثل الكير إن لم يحرق بشرره علق بك من ريحه، فكما أن الريح يعلق بالثوب ولا يشعر به، فكذلك يأسو الفساد على القلب وهو لا يشعر به. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح. وتتمت يعني الحديث السابق: مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يهب لك منه تجد ريحه. وحقيقة يعني هكذا، إما رائحة جميلة وإما رائحة كريهة، وقد يعلق إن لم تحصل شيئا من نفس الطيب فقد يعلق به رائحة طيب. لكن هنا البعد المعنوي، هذا للتقريب، الروائح للتقريب. هنالك جليس صالح، هنالك جليس طالح، وهذا سيتأذى أو يستفيد. إن صاحب هؤلاء استفاد، وإن صاحب أولئك كان طامة عليه وعلى دينه وعلى حياته وعلى أهله إلى آخره. ولهذا أقول الكلام الإمام الغزالي رحمه الله: من عرف من عالم زلة حرم عليه حكايتها لعلتين، إحداهما أنها غيبة، والثانية وهي أعظمهما أن حكايتها تهون على المستمعين أمر تلك الزلة، ويسقط من قلوبهم استعظامهم الإقدام عليها، فكون ذلك سببا لتهوين تلك المعصية، فإنه مهما وقع فيها فاستنكر ذلك دفع الاستنكار وقال: كيف يستبعد هذا منا وكلنا مضطرون إلى مثله، حتى العلماء والعباد. هذه القضية سبحان الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ألسنتنا وألا نخوض في لحوم العلماء، لأنها كما قيل مسمومة، وهي غيبة. إذا الغيبة غيبة، عالم أو غير عالم، فليحفظ الإنسان لسانه. من يشاهد على اليوتيوب على سبيل المثال بعض الناس وكأنهم لا شغل لهم إلا تجريح علماء، وقد يكون توفي العالم منذ 1000 سنة أو أكثر أو أقل، ما لكم مال العالم فلاني، إلا أن يكون للعالم فلاني نصيب في حسناتك. إن أردت أن ترد على مسألة فرد على المسألة، بينها، اشرحها، وبأدب مع العلماء، وإن اختلفت معهم ليس من الضرورة أبدا أن تشهر وأن تحقر وأن وكأن الأنا يعني تحدث عن وكأن الأنا تتغذى على الإساءة، وهي الأنا في الحقيقة يعني هو هنالك افتراض أنك أفضل من الناس. هذه الفرضية الأساسية، هذه القضية الأساسية. الأنا ماذا تقول لك؟ أنت أفضل، أنت أعظم، أنت أفهم، أنت أعلم، أنت، وهذه هي المشكلة. فكيف ستثبت ذلك إلا بالنيل من هؤلاء الكبار؟ ولا نزكي على الله أحدا، من عرف من عالم زل حرم عليه حكايتها لعلتين، إحداهما أنها غيبة، والثانية وهي أعظمهما أن حكايتها تهون على المستمعين أمر تلك الزلة، حتى يصبح يقول: ما العالم الفلاني فعل كذا وقال كذا وأخطأ كذا. ولو اعتقد أن مثل ذلك لا يقدم عليه عالم ولا يتعاطاه مرموق معتبر لشق عليه الإقدام. فكم من شخص يتكالب على الدنيا ويحرص على جمعها، ويتهالك على حب الرئاسة وتزيينها، ويهون على نفسه قبحها، ويزعم أن الصحابة رضى عنهم لم ينزهوا أنفسهم عن حب الرئاسة، وربما سجد عليه بقتال علي ومعاوية رضي الله عنهما. انظروا إلى قضية الترضي عن علي وعن معاوية، فعلي هو من هو عليه السلام من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج فاطمة عليها السلام، وهو أول الشباب الصغار أو الفتيان إسلاماً،
ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله مكانة عظيمة. ومعاوية رضي الله عنه من كتبة الوحي. ويخمن في نفسي أن ذلك لم يكن لطلب الحق بل لطلب الرئاسة، فهذا اعتقاد الخطأ يهون عليه أمر الرئاسة ولوازمها من المعاصي. يعني انظر إلى نفسك، انظر إلى نفسك، سبحان الله. هل تقوم بعائلتك القوامة؟ القوامة أن تقوم بعائلتك من جميع النواحي، وأول هذه أن تعلمهم دينهم، وأن تحفظ عليهم دينهم، وأن تبين لهم، وأن ترشدهم، وأن تنصح لهم، وأن تصبر عليهم، وأن تقود سفينة هذه الأسرة الصغيرة إلى شاطئ الأمان بإذن الله عز وجل. أن تطعمهم من الحلال، نتحدث عن يعني اليوم معظم العائلات اليوم الصغيرة، نقول العائلة النووية الصغيرة، زوج وزوجة وأطفال، العدد اليوم قليل عادة، هكذا يبدو الوضع. فلما تريد أن تتحمل مسؤولية العائلة الكبيرة التي فيها ملايين الناس، عشرات ملايين الناس، تحدث عن رئاسة الدولة؟ عليك كما كان عليك مسؤولية تجاه أهل البيت، عليك مسؤولية تجاه أهل البلد. هذه مسؤولية عظيمة جدا، أن تطعمهم الحلال، اقتصاد يكون حلالا. أنت تريد للبلد أن تكون بلاد مقبلة على الله عز وجل، لا ننسى نصيبنا من الدنيا. لابد من العلم، ولابد مؤسسات العلمية، لابد مؤسسات الصناعية، يعني بعيدا عن قضية تلويث البيئة، لابد من حركة في هذا الكون، تحقيق الاستخلاف في الأرض بكل معنى الكلمة، ولا تحدث عن الوظيفة السياسية، وإن كانت يعني السياسة منها، إلا أنه يعني إذا كانت قضية فقط الشهوة طلب الرئاسة، وبحيث أنك ستقوم بإيذاء الغير وأن تغير وأن تبدل إذا ما كنت على هذا الكرسي، يعني فاعلم أنك على خطر عظيم، إلا أن تكون يعني وظيفة تريد من خلالها عمل خير كسيدنا يوسف عليه السلام. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.